النهارده ان شاء الله هنبتدي الشيت ميتال ونشوف نتعرف مع بعض على نبتدي نعرف الاوامر المختلفه ان احنا هنرسم بارت بالشكل ده، نتعرض لمجموعه اوامر ونشوف ازاي نبتدي نقدر نرسم البارت ده. زي ما احنا شايفين بغض النظر عن اللون طبعا على اساس ان هو ضايف اد ماتيريال او حاطط لون للبارت بتاعه، احنا بنتكلم عن مجموعه شكل لوح صاج بالشكل ده حاصل فيه انحناءات او تنايات، تمام، في البندنج ده، في الانحناءات بالشكل ده كده، في القطع اللي موجود، في عندنا في شويه اكسترودد كات، تمام. نشوف الاشكال المختلفه. في البدايه خالص شغل الشيت ميتال زيه بالظبط، رسم زي البارت بالظبط، تمام. ستارت نيو بارت، اوكي، تمام. النهارده في عندي في الكومنت مانجر موجود، نفترض ان الايكون بتاعت الشيت ميتال مش موجوده، فانا دلوقتي عايز ارسم طبعا الموجود عندي القوائم المختلفه، الفيتشرز، السكتش وهكذا. طيب انا عايز اجيب الكومنت مانجر بتاع الشيت ميتال، يبقى احنا موجودين، ننزل نختار سيلكت شيت ميتال، تمام، وهتبقى موجوده بالشكل ده كده قدامنا. طيب في البدايه خالص الشيت ميتال زيه زي البارتس بالظبط، تمام، بس الفرق هنا ان انت مش بتتعامل مع سمكات كبيره، تمام، زائد كمان ان في الشيت ميتال الاضافه للبارتس ان احنا بنعمل بعد ما نخلص بنعمل الافراد، تمام. طيب نشوف، نبتدي اول حاجه طبعا الرسم بتاعنا هنا، في عندي البيز بتاعي عباره عن ريكتانجل، باخد البيز بتاعي برسم، بختار سيلكت بلان، تمام. بغض النظر طبعا احنا مش هنبقى في الرسم هنا انترست بالابعاد قوي، تمام، بس احنا هنرسم مجرد رسم شكل الرسم الثاني بالظبط. طيب اول حاجه باجي اختار كون مانجر شيت ميتال، بعد كده دلوقتي اول حاجه عندي في البيز فلانج، في طبعا الاكتف النوت اكت الايكون اللي هي نوت اكتف او مش مفعله عندي هنا، تمام، يبقى معنى كده ان انا مش هقدر اتعامل معاها في الوضع الحالي دلوقتي. طيب اول حاجه واللي هي الاساسيه بالنسبه لي البيز فلانج او تاب. طيب كليك على البيز فلانج اوتوماتيك على طول اداني ثيكنس، حتى لو تلاحظ ما ادانيش مثلا ايه 20 30 سم ولا 40 سم، لا ده انت بتتكلم بالملي، تمام. يبقى ديت اول حاجه اداني الثيكنس بتاعي. طيب انت عايز الدايركشن بتاع حضرتك في الاتجاه اللي موجود او تعكسه لتحت، خلينا في الاتجاه العادي، تمام. طيب البندنج الاونس، انا هنا دلوقتي هي مش هتبقى مفعله لان ما فيش عندي انحناءات موجوده، بس هنعرفها في وقتها برضو، تمام. طيب كذلك الاوتو ريليف برضو هي مش موجوده لان انا برسم شيت صريح ما فيش فيه اي انحناءات او فيه اي قطع او اي حاجه. طيب عايز تزود الثيكنس بتاعي لو حضرتك بتلاحظ، تمام، طبعا الريفيرس عايز تخلي، تمام، من فوق ومن تحت. لو تلاحظ ان احنا زي ما احنا كنا قايلين ان البيز بتاعي، تمام، السكتش هو اللي موجود في القاعده واحنا عكسنا، تمام. طيب كده احنا هناخد مثلا فور اكزامبل الثيكنس بتاعي بواحد، تمام. طيب الابعاد الاساسيه الستاندرد اللي موجوده مليمتر، تمام، اوكي، كده خلاص عمل اول جزء عندي في الرسم بتاعي اللي هو يعتبر اول لوح صاج موجود عندي في الرسم. طيب بعد كده نشوف مثلا عندي الجزء ده اللي طالع لفوق، تمام، او حته الصاجه اللي طالعه منحنيه لفوق بزاويه 90 درجه وارتفاع ايا كان الارتفاع بتاعها. بنيجي نختار الزاويه ديت، حضراتكم لو تلاحظوا انها كانت موجوده على الحافه، مظبوط. هنيجي هنا اول امر تعمل ايدج فلانج، تمام، ايدج فلانج هو كان فين في الحافه ديت، باجي بختار الحافه، لو تلاحظ على طول اوتوماتيك انه ابتدى يضيف لي فيها على طول فلانج. في حاجه لازم حضرتك تاخد بالك منها ان هو على طول خلقها من نفس لوح الصاج بتاعي، تمام، يعني مش عمل لوح صاج جديد، لا ده امتداد للوح الصاج بتاعي،
دي تاخد بالك منها ان انا عملت امتداد جديد، تمام؟ ان انا ما عملتش لوح تاني، ده بس كان انا ايه طولت اللوح بتاعي. طيب دلوقتي انا هنا الرسمه عندي ان الفلانجه ديت مش جايه واخده العرض كله، واخده جزء بس، تمام؟ اجي اعمل ايه؟ ممكن ايديت بروفايل، فتح لي السكتش بتاعي اللي هو بالشكل ده، قال لي الشكل السكتش المستطيل ذا سكتش از فاليد، تمام؟ طيب السكتش از فاليد، انا باجي اعمل ايه؟ نفترض مثلا ان انا مش عايز اخد العرض كله، يبقى كليك اند دراج، زي ما حضراتكم عارفين برنامج رسم سهل جدا التعامل معاه، ان انا جاست كليك اند دراج، تمام؟ عايز تطول، تمام؟ او وات ايفر، قائمه سكتش اصلا اوريدي مفعله مع حضرتك، بتيجي تاخد تضيف ابعادك، بتقول له مثلا خلي ده 50 مللي، تمام؟ خلي الارتفاع ده مثلا 50، تمام؟ خلي المسافه ديت، قال لي ديت دايمنشن دريفن، اوكي خلاص جو اهيد، مفيش مشكله كده، تمام؟ في اي مشكله؟ طيب انا قلت له خلاص كده، انا خلصت ان انا الرسم الرئيسي بتاعي. طيب نرجع بقى تاني بعد كده، انا خلاص سلكت الفلانجه بتاعي، بقول له انا عايزها بزاويه كام؟ لو تلاحظ الزاويه بتتغير معايا، تمام؟ عايز اعكسها الناحيه الثانيه، مفيش اي مشكله. فاحنا نخلي الزاويه بتاعتنا 90 درجه، تمام؟ طول الفلانجه بتاعي اب تو فيرتكس، او لو دايمنشن مثلا ايه، لما هيكون في عندك شفه ثانيه فانت بتقول له طول لحد قصاد الشفه الثانيه ديت، تمام؟ او الايدج. خلاص انا اخترت بلايند واخترتها 50 مللي، ماشي؟ طيب لو انت عند حضرتك دلوقتي، نيجي احنا خلصنا هنا الطول بقى بتاع الفلانجه، عايز اوري حضرتك كده، تمام؟ الفلانج بوزيشن وضعها جاي ازاي، تمام؟ قال لحضرتك هنا الماتيريال انسايد، يعني الثانيه عملها من جوه المعدن ولا اوتسايد، شوف الفرق، تمام؟ حتى هنا باينه على المربع موجود هنا، شايفين يا باشمهندسين خط الداش لاين ده، ان ديت الماتيريال هتبقى جوه عرض البليته بتاعي، او لو تبقى من بره، تمام؟ او يبقى من بعد نهايه الماتيريال ابتدي اعمل الكوعه، واخد بالك، تمام؟ او من الحرف، تمام؟ او من زاويه الميل بتاعي. فديت كل ديت تفاصيل مختلفه في التصميم بتاع حضرتك، ماشي؟ طيب التريم انسايد مش هتبان هنا. طيب بعد كده ممكن اوفست، اوفست يعني ايه؟ قلت له ارجع ورا، تمام، مسافه، وبعدين اعمل لي البندنج بتاعي، الانحناء البند بتاعي. لكن لا، انا بقول له من اول هنا اعمل على طول ايه الثانيه بتاعي، مش ممكن حد طلع. باشمهندس من جوه من هنا، ما انت ممكن بقى ايه تخش تقول له ايه بتعمل قطع، تمام؟ واخد بالك، موضوع بسيط، هي مش حاجه صعبه يعني، تمام؟ طيب انا مش عايز اوفست اصلا، تمام؟ طيب تعالى هنا نشوف البند الاونس بقى، الانحناءات بتاعتنا. طبعا هنا معامل الانحناء بتاعنا بيتكلم الكي فاكتور، تمام؟ في عندي ممكن البندنج او البند تيبل، بيبقى في تيبلز في معامل انحناء اللي هي عباره عن ايه بقى، تمام؟ قيمه زاويه الانحناء ديت، تمام؟ لان زي ما احنا عارفين ان بيحصل هنا كومبريشن وورا حصل ايه؟ تنشن، تمام؟ فبالتالي بيحصل ان في الجزء ده بيحصل له بيرفع شويه. فانا عندي الكي فاكتور ديت عباره عن ايه مثلا؟ الكي فاكتور عباره عن خط نيوترال لاين، اللي هو كان في لو اللوح الصاج ده عادل بيبقى في منتصف،
الصاج تمام مقسوم على سمك الصاج كله تمام. طيب هو بياخد المعامل ده مثلا له حساباته والجداول بتاعه مثلا هو من زيرو لحد واحد. في متوسطات الشغل بتاعنا بناخد من حوالي من 35 ل 50 0.5 تمام. طيب نسيب البندنج او البندنج الاونس هنخلينا نشتغل على الكي فاكتور 35%. طيب الكاستم ريليف طيب تعالى حضرتك كده بص شوف هنا يعني ايه اللي حصل انه هيعمل قطع في الصاج تمام ويشوف القطع بتاعي بقى عامل ازاي شكل دوراني. متخيلين يا باشمهندسين ان انا القطع ده ان انا دلوقتي عشان اعمل الثانيه ديت في الصاج فالصاج مش كله معايا متني تمام. ففي عندي دلوقتي ان انا سبت فراغ واقطع والقطع بتاعي ده هيسيب حاجه مستطيله او ان انا كان انا عملت تير مزق مزقت لوح الصاج والقطع هيبقى ملامس لحرف الصاج نفسه. تعالى هنشوف ده كده شكله عامل ازاي التير ده عامل ازاي. شوف القطع عامل ازاي يا باشمهندسين تمام. متخيلين القطع عامل ازاي؟ طيب نعمل تعديل تاني فيه ونشوف الكاستم ريليف بتاعي. انا مش هخليه اخليه ريكتانجل تمام. شوف اللي حصل هنا ايه سايب خلوص تمام. ده هنا عندي مستطيل او ممكن اعمل له بدوران. الحته ديت بقى لما يكون مثلا عليها اجهادات او كده القطع ده مثلا لو عادل ممكن في ناس في الصناعه يقول لك لا خلي القطع عادل. ممكن لا خلي لي ان انت بس عامل مزق في الصاج مش سايب خلوص يعني ما انتش سايب مثلا نص ملي او ربع ملي تمام. او لا سيبه لي دوران علشان ما تبقاش فرصه ان الصاج لو عليها حمل ما تشرمش وتكمل للاخر تمام. ديت حاجات ديت كلها تكنيكال في الديزاين بتاع حضرتك. واضح يا باشمهندسين؟ يبقى احنا كده خلصنا اول حاجه اللي هو الجزء الموجود فوق عند هنا ده. طيب انا خلصت. طيب انا لو الاحظ هنا موجود عند حضرتك في ايه فيلتس موجوده هنا اسف تشينفر تمام. طيب نيجي بعد كده نقول نختار البريك كورنر تمام. بيقول لي فين الكورنرز اللي انت عايز تعملها بريك. بختار الكورنر الاول واختار الكورنر الثاني تمام. انت عايزه حضرتك شنفر عدل ولا فيلت دوران. دوران يبقى مثلا بالشكل ده كده وبقول الزاويه بتاعتي تمام او فيلت. واضح يا باشمهندسين؟ تختار الزاويه بتاعك وحددت تمام زيه بالظبط زي السكتش تمام. يبقى احنا جبنا البري كورنر من الشيت ميتال اخترنا الكورنرز موجوده فيها البري كورنر كده عملنا القطع الموجود اللي هو زي ما بنقول عليه بتكسر الحافه بتاعت الصاج بتاعك تمام. طيب خلصنا الجزء ده بنيجي نشوف لو نلاحظ نلاقي في ناحيتين تانيين ايه في نازلين من تحت ورا تمام. يبقى انا اجي اضيف ورا من هنا واقول ان انا عندي دلوقتي هضيف فلانجه تمام. قال لي فين بقى عايز تضيف الفلانجه فين. بختار الحافه ديت تمام وانا هنا مفعل عشان اعمل الاثنين مع بعض بقى يبقى نفس الشغل تمام. بنقول الحافه ديت مثلا طولها خمسين ملي ونفس التفاصيل برضو زي اللي فاتت تمام. اعمل ريبيلد اول عشان لو في اي حاجه invalid solution found. في هنا ايه السوليوشن اللي مش موجود.
طيب نرجع تاني هنعمل ايه؟ نيجي عندنا نشوف القطع بالشكل ده كده عامل ازاي. تمام؟ طيب زي ما احنا كنا بنعمل بالظبط، عايز تضيف او تعمل قطع على جسم او على سطح عندك، كنا بنشتغل ازاي؟ ان انا باجي سكتش، عايز ارسم سكتش بيقول لي فين، بختار الفيس بتاعي. تمام؟ اول حاجه احنا عندنا هنا، تمام، لو نلاحظ ان دولت يعتبروا متماثلين، تمام، ده مع ده، والهول ديت مع الهول ديت، وديت البانش ده عندي هنا، ديت هنشوف بنتعامل ازاي برضه. طيب ارسم واحده والثانيه ونعمل ايه؟ ميرور على طول. تمام؟ الاسكتشات كلها وفي الاخر كله نعمل له اكسترودد كات. طيب يبقى انا اخد حضرتك هنعمل ميرور على اي مستوى، تمام، حوالين الفرونت بلين، تمام، من الشيت ميتال، اسف من السكتش، بنقول فين ميرور، تمام، تمام، انتريس تو ميرور. ميرور اباوت. نعم. اوكي. السكتشز دولت، تمام، هاجي في شيت ميتال اقول له اكسترودد كات، اقطعهم لي. تمام؟ هقول له ثرو اول. تمام؟ اما طبعا ادى اي بعد، انا بقول له خلال اي حاجه تقابلك فيها. تمام؟ هما اتقطعوا. واضح؟ طيب باجي اقول له فين بقى؟ بعد كده كده احنا خلصنا، عملنا الميرور، تمام، اباوت اكس التو اكسترودد كات لهم الناحيه الثانيه. في بعد كده عندنا البانشد هول ديت بالشكل ده، لو تلاحظ ان ديت مش قطع، ديت عباره عن عمل عمليه بانشنج فقطع وتنى المعدن لتحت. تمام؟ ديت طبعا لها لايبراري كبيره، هنشوف بس احنا بناخد ازاي من ديزاين لايبراري. تمام؟ عند حضرتك الديزاين لايبراري، الفورمينج تول، تمام، الامبوسيس، تمام، حضرتك بتختار سيركولار امبوسيس، كليك اند دراج. ماشي؟ التايب بتاعها طبعا التايبس بتبقى حاجات يعني اللايبراري بتاعتها كبيره، احنا عايزين مش هنخش بس في تفاصيلها دلوقتي. البوزيشن بتاعها، تمام، بالشكل ده كده. تمام؟ اوكي. راوند فلانج. تمام؟ بس هنحط لها، بس هنحطها بحيث انها تبقى متماثلة. لو تلاحظ شوف القطع هنا يا باشمهندس عامل ازاي، تمام، وهنا عامل ازاي. تمام؟ ديت اللي هو بيبقى عامله زي عامل تخويشه او كده في القطع، بحيث ان تمام ما يبقاش قطع صريح. تمام؟ يبقى بتيجي منين؟ من ديزاين لايبرري بتاعك، الفورمينج تولز، الاكسترودد فلانج، في عندك الراوند وفي الريكتانجلر فلانج. احنا هنبقى نقول اللايبرري ديت كامله بعدين
طيب كده خلصنا الجزء ده، نشوف هنشتغل فين بعد كده. تمام، عندنا الجزء ده او لا، خلينا نشتغل في الجزء اللي في الجنب ده هنا برضو، كذلك الفلانجة اللي تحت دي. طيب ده هيخلينا ننتقل الى امر جديد، هنرسم لاين بيقول لي سكتش البلان انت هتشتغل فين. انا هشتغل بلان بتاعي اللي هو الفيس ده، واضح شلون سين. شايفين انا الفيس اللي انا شغال عليه هو اللي هو اللي فوق، لان الرسمه اللي عندنا ديت عباره عن ايه؟ زي حرف ال ورجعت ماده فلانجه ورا. تمام؟ طيب بنيجي بعد كده في امر الشيت ميتر، امر جديد اسمه ميتر فلانج. تمام، الميتر فلانج شوف جاست انا كليك عليه ايه اللي حصل، ان انا اعتبر ان اللاين ده رسمت عليه فلانجة تمام كاملة لحد ما قابلت الفيس اللي هنا. طيب انا دلوقتي الفلانجة ديت انا كده مظبوط نفس اللي احنا عايزينه. تمام، طيب حضرتك هل انا هشتغل بنفس الراديوس بتاع الشغل بتاعنا ولا اغير الراديوس بتاعي؟ تمام، واضح يعني برضو اللي حضرتك اللي انت تبقى طبعا غالبا في شغل شيت ميتال كله هو بيبقى ايه الديفولت راديوس اللي انت اول واحد حطيته اللي من البيس فلانج، واضح ان نفس الشغل بتاع حضرتك. طيب الستارت والاند، الستارت ده الفلانجه ديت هتبتدي من على بعد قد ايه من السكتش اللي انا عامله. تمام، وهتنتهي قبل قد ايه؟ واضح يا شباب؟ يبقى انا عندي الستارت والاند بتاعي، كذلك الفلانج بوزيشن والوضع بتاعها هتبقى من بره او من جوه او من على مثلا داخل الماتيريال انسايد. تمام، طيب بعد كده عند حضرتك الريليف، طيب برضو كذلك هنخليه ريكتانجلر. تمام، بس احنا هنعمل هنبتدي ديت من البدايه وتوصل لحد النهايه. تمام، طيب كده اوكي. تمام، يبقى احنا كده اللي احنا عايزينه واضح مش هنسين. سهل ولا صعب؟ في اي مشكله؟ طيب بعد كده ايه اللي حصل؟ ما لسه ما انا لسه هقول اهو بقى الجزء ده الزياده ديت. تمام، هنتعامل ازاي؟ نيجي هنا تمام ونقف ان انا هعمل فلانج عندي، اسف هنعمل نخرج ايديت فلانج. تمام، ونعمل الجزء ده واقول له اكسترودد لحد فين؟ لحد اب تو فيرتكس، واحدد الفيرتكس بتاعي ان انا همد لحد المسافه دي. اتفضل نشوف الشغل بتاعنا ايه اللي طالب. لا هي الثانيه من هنا نفس الجزء، واخد بالك؟ مش لمسه من فوق ديت بقى ايه، انت ممكن بقى ايه حاجتين، يا اما ان السكتش بتاع حضرتك اديت الفلانج ان انا انزل بيها شويه. تمام، انت قصدك كده؟ وارد. تمام، ده بقى انت لازم تتاكد من الرسم بتاعك والتفاصيل. ما طبعا احنا بنرسم بس دون تطرق للابعاد، لان البعد النهارده مثلا هيقول لك ديت مثلا لو نازله قد ايه او كده. تمام، بس هي لا، هي ما هيش كده، انا متاكد انها جايبه الارتفاع كله، هي مش لمسه، لا
لان الصاب خد بالك انت لما بتعمل التنايات يا دوبك بيبقى الخلوص بس. تمام قصدي؟ تمام كده نفس الشغل بتاعنا. الجسم ده كله موجود الناحية التانية صح؟ ماشي موجود الناحية التانية. فبالتالي اعمل ايه؟ اسهل حاجة ان انا اعملها اعمل لها ميرور على طول هناك. تمام كده عملنا ميرور على طول. هو اشمعنى المره ديت يعني قابلها على طول؟ تمام واضح شلون سين قابلها على طول ما بدون اي مشكله يعني. ماشي نكمل. دي نطول ديت شويه وبعدين نزله. ما هي هي كده كده نازله. تمام احنا منزلين هنا اهو. تمام بس المفروض ديت كانت البعد تطول لورا شويه. تمام مفيش مشكله ديت احنا ممكن نطول الدايمنشن بتاعه ونعدل عليها. بس الثانيه مش مقطوعه من ورا كمان. لا مقطوعه لا هي طويله طويله ونازله من هنا ونازله من ورا الفتحه مبينه لك ودي الطلع. تمام بس ما فيش مشكله. تمام طيب نكمل بقى. احنا عندنا بقى الجزء هم اللي احنا هنشتغل فيه الجزء اللي في النص ده. تمام طيب نشوف الجزء ده عامل ازاي بقى. ناخد الفيس بتاعنا ونرسم بالشكل ده كده. اول حاجه سكتش ريكتانجل. ناخد مثلا كورنر ريكتانجل تمام ناخد كورنر ريكتانجل تاني بحيث ان انا اعمل ايه. لو تلاحظ ان هو فيه ايه قطع تمام فانا بعمل ايه بقى. اخد الشيت ميتال اكسترودد كات وحددت الكونتور اللي هيتفرغ. تمام اللي هو ما بين التو كونتورز دولت. قلت له اقطع واضح شلون. طبعا حضرتك لازم بقى تضيف الكونسترينز بحيث ان القطع ده يبقى متماثل. تمام نفس الشكل ده كده. قبل ما هنكمل انا هكمل هوريكم بس ازاي احنا بنعمل افراد في الفلاترن. متخيلين فرد الجسم ده. تمام حضرتك هتروح تشتري لوح الصاج الابعاد ديت اللي هي الداش لاين اللي بره. تمام وبعدين هتشيل هتفرغ الحته ديت ودي ودي وهكذا كذا كذا. الخطوط الصغيره ديت يعني ده الخط ده مثلا الخطوط اللي موجوده عند حضرتك الداخليه ديت. تمام ديت هي اللي هتبقى تقف عليها حرف التنايه عشان تعمل الانحناءات بتاعك بتاع شغل الصاج عشان اللي في المصنع هناك او في الورشه اللي هيشتغل لك. تمام انت بتدي له الشيت بتقول له هتجيب اللوح الصاج ابعاده كذا في كذا. تمام والتنايه هتقف في المنطقه ديت وتعمل تاني وهنا هتقف وتعمل تاني وهكذا. واضح يا باشمهندس؟ نرجع نكمل. طيب هل في تضخم؟ تمام هل في انا بس بتاكد هل في حصل في لوح ما عمل افراد تداخل في بعضه؟ ديت لازم تاخد بالك منها وانت شغال. طيب انا هرجع تاني نرجع الشغل بتاعنا ونكمل بقى. طيب
عندي بعد كده انا دلوقتي لو تلاحظ ان انا في هنا في عباره عن اللوح الصلب او الحته ديت الجزء ده حاصل فيه تانيتين، تمام؟ حاصل فيه ايه؟ تانيتين. طيب التانيتين دولت طبعا اكيد على لها ابعاد على بعد مثلا مسافه معينه من هنا وهكذا. طيب اول حاجه انا عايز اعمل التانيه ديت او الانحناء ده بعمله ازاي؟ اول حاجه هو مش معمول انحناء حوالين اكس معين او لاين معين، فانا باخد اللاين وبقول له تمام، باجي انا رسمت اللاين على بس الـ 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 على الصاج على البلان اللي انا شغال فيه، باجي بقول له ايه بقى؟ سكتش بند، ان انا هتني الجسم بتاعي ده. قال لي الجسم ثابت فين؟ هنا كليك. فمتخيل ايه اللي حصل؟ تمام، ان ثبت الجسم كله كأن اتكيت عليه وقمت جاي رافع الحته ديت من فوق، واخد بالك؟ يبقى انا وعمل انحناء فين؟ على المحور اللي انا رسمته الاكس، تمام؟ وقال لي الفيس اللي هو الثابت فين؟ التكيت في الفيس اللي هو الورا، لكن لو هنا كان قلب لي العلبه كلها وبقى ديت هي اللي مكانها. واخدين بالكم؟ يعني كانت ديت هي اللي هتبقى واقفه كده والعلبه كلها هي اللي مقلوبه. ماشي؟ طيب الزوايا بقى بتاعي طبعا زي ما احنا عارفين، تمام؟ احنا هنا الزاويه بتاعتنا ديت حوالي 130 120 درجه، تمام؟ او لا لو انا قصدي العكس خالص الانحناء لتحت. واضح؟ طيب تمام، كذلك البوزيشن بتاع البندنج بتاعي، تمام، داخل او الماتيريال انسايد اللاين ولا اوتسايد اللاين ولا البندنج كله اوتسايد، تمام، اللاين اللي انا رسمه، تمام، هنا الانحناء كله داخل اللاين اللي انا عامله، وات ايفر الشغل اللي حضرتك عايزه، تمام. كذلك الزاويه بتاعت الانحناء، احنا عايزينها الديفولت بتاعتنا ولا في زاويه جديده للوضع ده؟ لا انت عايز زاويه مختلفه بقى في الانحناء ده، تمام. واخدين بالكم يا باشمهندسين؟ طبعا ما يفضلش يعني على حسب الشغل بتاعك، طبعا احنا هنرجع بس نعدل بحيث ان احنا هناخد الديفولت راديوس بتاعنا اللي احنا شغالين عليه. طيب بعد كده ايه اللي حصل؟ عمل انحناء تاني، تمام؟ نيجي الفيس ده واقول له نورمال 2، والانحناء التاني على بعد مسافه معينه اللاين، انا هرسم اللاين، تمام، على بعد مسافه معينه من الحرف مثلا كانت وليكن، هو اما قال لك ديت دريفن ليه؟ لان انا اصلا خدته في السنتر لاين، تمام، خلاص. طيب باجي بقى ارجع تاني بقول له سكتش بند، تمام، والفيس بتاعي اهو، شوف ايه اللي حصل. ولا باشمهندسين؟ لا انا عايز البند الناحيه الثانيه وهكذا، تمام. الزاويه بتاعي بقى ده نفس الشغل بتاعنا، تمام. طيب حضرتك انا دلوقتي عايز ازود ديت شويه، تمام، فبختار الفيس بتاعي